نحن نصليها في كل عام مرة إن شاء الله برمضان، ولو صلاها الإنسان في العمر مرة تصح. هذه صلاة التسابيح، التفصيل واضح جدا، نقرأ الفاتحة وسورة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم بالركوع وبعد الركوع وقبل السجود وبعد السجود ومع القعود إلى أن تكون هذه الصلوات تامة تامة. طبعا نحن في الصلوات، هناك هذه التسابيح وتلك الضحى وتلك صلاة الليل، فنحن في الصلوات التي ندبها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الإخوة، النوافل لا تقبل إلا إذا أديت الفرائض، النوافل لا تقبل إلا إذا أديت الفرائض. أيها الإخوة الكرام، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، وقد بني هذا على قول الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طبعا هذه آية منسوخة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. معنى ذلك أن الإنسان يجب أن يعلم ما يقول وأن يعقل ما يقول، فمن صلى صلاة ولم يعلم ما يقول ولم يعقل ما يقول كأنما هو سكران أو في حكم السكران. هذا المعنى المستنبط من هذه الآية ومن ذاك الحديث يؤكده الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم، يعني شعر بحاجة إلى النوم، ونعس كلمة فصيحة، إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد ينام حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه، يعني هذا ورد في البخاري ومسلم. العبرة من الصلاة أن تعقل ما تقول، أن تدرك معاني ما تقول، أن تتفاعل مع ما تقول، أن تحكم الصلة بالله عز وجل. فلو أن إنسان أصابه نعاس شديد، إذن هو لا يعقل ما يقول، لا يفهم ما يقول، لا يتفاعل مع ما يقول، فقدت الصلاة جوهرها وحكمتها. فإذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وفي رواية أخرى، رواية البخاري: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأه. وفي رواية ثالثة: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، يعني أخطأ بالقراءة لشدة تعبه فلم يدري ما يقول فليضجع. إذن الحكمة من الصلاة أن تعلم ما تقول، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. في شيء آخر يقول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. وفي رواية ابن خزيمة: لست بتاركهن. أيها الإخوة، من أدق ما قرأت أن رجلاً باحثاً اجتماعياً في أمريكا طاف على عدد كبير من مراكز الشرطة وعلى عدد كبير من مراكز الإسعاف،
وأخذ التقارير التي وردت إلى هذه المخافر وتلك المراكز، وبحساب دقيق قلب تواريخها إلى التاريخ الهجري، ففوجئ أن عدد الحوادث، حوادث العنف في اليوم 13 14 15 من الشهر الهجري يزيد 60% عن بقية الأيام. عدد حوادث العنف التي وقعت في 13 14 15 في التاريخ الهجري يزيد 60% عن الحوادث التي تقع في بقية الأيام. وقد أثبت العلم أن هناك علاقة بين دورة القمر وفورة الدم في الإنسان. وقد وصانا النبي عليه الصلاة والسلام كما قال: أوصاني حبيبي بصيام 3 أيام من كل شهر. هي الأيام البيض، أيام 14 13 14 15. يبدو أن الدم يفور وأن الإنسان في هذه الأيام يكون أكثر توتراً وأشد انفعالاً وأسرع استجابة في ردود أفعاله، فلذلك لا ينطق عن الهوى. وهذا القول الذي قاله سيدنا سعد بن أبي وقاص: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما أقول بغير ما تقول حتى أنصرف منها، ولا سمعت حديثا من رسول الله إلا علمت أنه حق من الله تعالى. يعني يجب أن نعلم أن الذي قاله النبي لا علاقة له لا بثقافته ولا بخبرته ولا باجتهاده، إنما هو وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي صمم الإنسان وجعل علاقة ما بين فورة دمه وبين دورة القمر هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع لنا صيام الأيام البيض. لذلك أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد، متفق عليه. الحفاظ على صلاة الوتر، والوتر والوتر بمعنى واحد. نعم. وركعتي الضحى. شيء آخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم وأصحاب السنن. يعني إذا الإنسان ألزم نفسه أن يقرأ جزءا من كتاب الله، أو نصف جزء، أو ربع جزء، ولسبب قاهر ما تمكن أن يقرأه فيما بين صلاة الفجر وشروق الشمس، ماذا ينبغي أن يفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نقضيه فيما بين الفجر والظهر. يعني إذا الإنسان خط لنفسه خطة وفي أحد الأيام ما تنفذت، حتى ما يحدث خلل أو يحدث يعني ضعف ثقة بالنفس، كما أنك تقضي الصلوات اقضي ما عليك من قراءة قرآن. فمن نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. معنى ذلك إذا الإنسان له برنامج ديني عليه أن يحافظ عليه حفاظا شديدا، ولو فاته لأسباب قاهرة يمكن أن يقضيه استنادا لهذا الحديث الصحيح. وعن عباس رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يا عماه، ألا أعطيك
ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته 10 خصال. أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقول وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. رواه أبو داود وابن ماجة، وقال المصنف: روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة وأمثلها هذا الطريق، وقد صححه جماعة. وقال أبو داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا. نحن نصليها في كل عام مرة إن شاء الله برمضان، ولو صلاها الإنسان في العمر مرة تصح، هذه صلاة التسابيح. التفصيل واضح جدا، نقرأ الفاتحة وسورة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم بالركوع وبعد الركوع وقبل السجود وبعد السجود ومع القعود، إلى أن تكون هذه الصلوات تامة تامة. طبعا نحن في الصلوات هناك هذه التسابيح وتلك الضحى وتلك صلاة الليل، فنحن في الصلوات التي ندبها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الإخوة، النوافل لا تقبل إلا إذا أديت الفرائض، النوافل لا تقبل إلا إذا أديت الفرائض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، قال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه. متفق عليه. يعني إذا الإنسان نؤوم ولا يصلي، هذا كأن الشيطان بال في أذنه.